السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ناصر من سلطنة عمان، عمري 17 سنة. حبيت أقدم لكلان جي إل وفالجميع التوفيق إن شاء الله. هذه إحصائياتي هذا السيزن في السولو، هذه إحصائياتي وصلت كونكر، وهذا في السكواد. والسيزن 19 هذه إحصائياتي. كنت بحاول أوصل كونكر لكن بسبب الدراسة تعطلت وتوقفت عن اللعبة فترة، والعب من السيزن الثاني. لكن هذا الحساب مو حساب الأساسي، حساب الأساسي أعطيته أخوي وبديت هذا من البداية. هذا شريته وبديت حساب ثاني من البداية، وصلت فيه كونكر سيزن 18 وشريت هذا وكملت فيه. وفال الجميع إن شاء الله التوفيق. كفو عليك والله كفو يا اخي. لو رابوت بس انا اشهد كفو علومي طرق شوية. كيف طيحني كيف؟
بايت حالف وين ندبر مني مرة حد 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 باش شنو؟ فينكم عند الصوب؟ معاك اوب 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 لا لا انت كنت يا الله.